مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. دقيق 1 كوب 150 غرام، سميد ناعم نصف كوب 75 غرام، زبدة 2 معلقة طعام 50 غرام، ماء دافئ نصف كوب 100 غرام، قرفة 2 معلقة طعام 15 غرام، نشا ذرة معلقة طعام 15 غرام، معلقة صغيرة سكر 10 غرام، قليل من الملح تقريبا 1 غرام، خميرة جافة نصف معلقة صغيرة 3 غرام. عجن جيد حتى تنسجم كل المكونات مع بعض، تقريبا تأخذ من 3 إلى 5 دقائق. اترك العجنة ترتاح، نغطيها بالقماش قطعة قماش واتركها ترتاح 10 دقائق. هيك بعد 10 دقائق بنفرد العجنة وبنفرغها. طبعا نفرغها، هي قالب متوفر عنا، حيالله قالب متوفر، اذا مش متوفر القالب فينا نعملها في كوب صغير او في سكين مربعات، يعني الموضوع كتير سهل. والقوالب كتير متوفرة في السوق، قوالب بلاستيك ممكن كتير رخيصة ومتوفرة في السوق. مثل ما انتو شايفين كتير طريقة سهلة وطعم كتير طيب. طبعا للزيادة اللي بيزيد هذا كله بنعيد عجنه من اول جديد، وبرضه نفس الشي بنفرغه بالقوالب، بنترك العجنة ترتاح 10 دقائق، بنغطيها وترتاح 10 دقائق. نعمل هلا الشيرة قبل ما العجنة ترتاح. 250 غرام مية، 500 غرام سكر، وقطعة من الليمون. نقلب قليل عند الغليان، نضيف قطعة الليمون عند 8 دقائق عند الغليان. نغلق الوعاء، ننتظر 8 دقائق. هيك صارت جاهزة. هلا نحمي الزيت مسبقا، الحرارة تكون مهم، الحرارة تكون متوسطة من شان تستوي من الداخل. تقريبا بياخد حوالي 5 دقائق على حرارة متوسطة. اتركها بالعسل تقريبا 5 دقائق، او حسب قديش انتو بتتركوها بالعسل اكتر قديش بتشرب عسل اكتر. اذا مش حابينها تكون حلوة كتير ممكن نطلعها بعد 3 دقائق. وتزيين، اختيار التزيين ممكن في السوق اي نوع من المكسرات تزيين. صحة وعافية وكل عام وانتم بخير، رمضان كريم. انتظرونا بوصفة جديدة، اتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم.
مع السلامة.